السلام عليكم. تلغراف: بوتين يسعى إلى تقسيم أوكرانيا وعزلها عن البحر. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت صحيفة التلغراف البريطانية أن أوكرانيا سلمت أول مدنها إلى فلاديمير بوتين ليلة الأربعاء، حيث يتهم الزعيم الروسي بتكتيك جديد يتمثل في محاصرة المدن عمدا تحت النيران المدفعية التي لا هواد فيها. وأكد عمدة مدينة خرسون الجنوبية ذات الأهمية الاستراتيجية أنها وقعت في أيدي العدو، وقال إن روسيا تخطط لإنشاء إدارة عسكرية. وأشارت الصحيفة في المقال الذي ترجمه عربي 21 لأن هذا يعني أن بوتين قد أنشأ الآن جسرا يمكن لقواته من خلاله عبور نهر دينبر الذي يقسم أوكرانيا إلى قسمين ويتجه غربا وشمالا لمهاجمة كييف من الاتجاه الثنائي. وعلى الرغم من تعهد الرئيس الروسي الأسبوع الماضي بأنه لن يستهدف المدن أو المدنيين، فإن مدينة مايرابول الساحلية الجنوبية سويت بالأرض مع قطع إمدادات المياه والكهرباء وإغلاق خطوط السكك الحديدية. وأشار رؤساء المخابرات إلى أن بوتين تبنى تكتيك الحصار الكلاسيكي. وقال رئيس بلدة المدينة: مهمتهم تدميرنا، لا يمكننا حث إخراج الجرحى من الشوارع من المنازل والشقق اليوم لأن القصف لا يتوقف. في الأخير، إذا كنتم من المتابعين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.